صباح الخير واهلا بكم معانا وحلقه جديده من برنامج شباب على الهواء. بنرحب بكم معانا النهارده، والنهارده يوم خاص جدا. النهارده 6 اكتوبر، كل سنه وحضراتكم طيبين. بنحتفل النهارده معاكم بمرور 51 سنه على انتصارات اكتوبر، يوم العزه والكرامه. والنهارده احنا هنحتفل معاكم بانتصارات اكتوبر وبهذا اليوم العظيم. يعني طبعا هنتكلم النهارده من خلال حلقتنا عن احنا برنامج للشباب، فبما اننا برنامج للشباب هنتكلم عن دور الشباب، ودور الشباب كان كبير جدا في انتصارات اكتوبر، وعن الشباب اليومين دول ازاي يبقى عندهم نفس العزيمه ونفس الانتماء للوطن، وانه مش شرط يعني هم بقوه مش بقوة العدو، قدروا ان هم ينتصروا ويعدوا خط بارليف وينتصروا. عشان كده طبعا هو يوم جميل جدا، يوم العزة والكرامة زي ما قلت، واحنا النهاردة بنحتفل بيوم 6 اكتوبر. احنا النهاردة هنتكلم عن انتصارات اكتوبر، مر 51 سنة على انتصارات اكتوبر، يوم العزة والكرامة. احنا النهاردة هنتكلم بما اننا برنامج للشباب، ازاي شباب اليومين دول كمان يقدروا ان هم يبقى عندهم نفس العزيمة والانتماء والقوة. خلوا بالكم اللي حاربوا في حرب 6 اكتوبر كانوا كلهم شباب، يعني معظمهم من الشباب اللي نزلوا على ارض الارض وحاربوا. فانا ضيوفي النهارده الاستاذ صموئيل نبيل، الكاتب الصحفي، والاستاذ علي عبد الله، باحث دكتوراه وكاتب صحفي. برحب بحضراتكم معانا. خلينا نتكلم الاول عن يعني روح اكتوبر بتمثل ايه؟ حقيقة إن روح أكتوبر جاءت معبر ما كتبوا الإسرائيليين أنفسهم في المستندات التي ظهرت مؤخرا، عندما قالوا أن مفاجأة حرب أكتوبر كانت تتمثل في المواطن المصري الذي حارب. الفرق بين من 67 و73 كان في المواطن المصري اللي استطاع أن هو يحاربهم بفكر جديد وروح جديدة. كانت من أساسيات هذه الروح العلم. هذكر لحضرتك موقفين ربما لا يعرفهم أحد عن تأثير العلم في حرب 73. في كتاب وانتصرنا للعميد محمد عبد القادر، وهو أحد أوائل العابرين في حرب 73، قال قصة بسيطة ولكنها تدل فعلا على العلم الذي تلقاه. هو كان رئيس سرية مدفعية، وفي أحد ليالي الحرب والدنيا ضلمة فوجئ بهجوم مضاد، مش شايف هو فين، مش شايف اللي قدامه إيه، مش عارف يصوب فين. طبعا كانت الامور متازمه ومفيش حل. طبعا وقتها ما كانش فيه التطور اللي هو التكنولوجي بتاع الرادارات وكلام زي كده. فببساطه وفي اخر حل له، حسب بطريقه بسيطه قوي، انه سمع طلقه المدفع المضاد كان مدمر العدو، حسبها في الضلمه وهو قاعد وسط الحرب. ده علم. العلم اللي موجود ده هو اللي نقول ان هذه الروح الاساسيه. ايضا احد ابطال الذين لا يعرفهم احد، وهو محمد يوسف سعاده، الدكتور محمد يوسف سعاده. مع بدايه الحرب حصلت ازمه طبيعيه في البترول، وحصل ازمه في بترول الصواريخ نفسه او وقود الصواريخ، وهو ليس وقود عادي ولكن وقود يصنع بمعادلات معينه وبكميات معينه. محمد يوسف سعاده دكتور مصري استطاع أن يصنع هذه المعادلات، وبالتالي مكن الحرب، مكن قيادة الحرب أنها تعمل 45 طن وقود صواريخ. لولا هذه الشخصيات وهذا العلم كنا خسرنا. إذن الروح الأساسية تأتي من العلم. العلم في هذه الفترة هو اللي مكن الحرب من أنها تنجح. إزاي الشباب اليومين دول يقدروا يستفيدوا من روح أكتوبر؟ روح اكتوبر بالنسبه، يعني بدون اقطع كلام حضرتك عشان بس اوضح اكتر، الشباب اليومين دول بيتفرجوا عن احداث اكتوبر او معلوماتهم عن الاحداث من افلام، من روايات بتتقال، لكن ازاي يبقى عندهم نفس احساس الشباب اللي نزلوا على الارض وحاربوا، وكان يعني العدو وقتها قوي جدا، ولكن كان هم عندهم العزيمة والإصرار والانتماء والقوة والإيمان
بحيث ان هم ينزلوا ويكسبوا ويعدوا خط برلين. طيب ازاي شبابنا اليومين دول يبقى عندهم نفس الاحساس؟ طيب مبدئيا كده نوضح الصوره العامه في حرب اكتوبر 73 بالنسبه للجبهه المصريه وبالنسبه لعدونا. مصر كانت تعداد الجيش المصري فيها 750 الف جندي، ده طبقا لمذكرات الفريق محمد فوزي. العابرين لخط برليف 300 ألف. الطرف الثاني كان عدد القوات الموجودة المحاربة على الجبهة المصرية 450 ألف. طبعا كانت الغلبة هناك في العدد هناك أكبر لعدونا، عدد الطائرات، عدد الدبابات، الإمكانيات، مين الساند والداعم؟ الدول الغربية كلها على رأسها أمريكا، أقوى دولة موجودة في العالم، إنما من ناحية المصرية كلها احتماد ذاتي. فكم المعاناة وكم الصعوبات، هي احنا مش بنتكلم عن 67 هزيمة عسكرية فقط، ولكن هزيمة سياسية وهزيمة معنوية للشعب المصري وللشعب العربي كله، اللي هو ما يسمى بالخداع الاستراتيجي اللي تم تخطيط له لمدة سنوات، ان هم كانوا بيستوردوا جزء من المعدات ثم يرموها على الرصيف الميناء يسيبوها متهالكة. الاخبار كانت بتوصل لهم ان في حالة من لا مبالاة عند المصريين، ان حتى الاشياء اللي بيستوردوها عشان يحاربوا بها مرمية على الرصيف وكانوا بتتصور لهم. كانوا بيعملوا حاجة تانية كمان، إلها إنهم يعملوا أزمة في مستشفى الدمرداش، يقول لك أهو في تلوث للمستشفى وفي أدوية فاسدة، بناء عليه بيستوردوا أدوية للحرب عشان ما حدش يفكر إن دي للحرب، دي بناء على الأدوية والمعدات والموجودة في المستشفيات اللي تم إفسادها. ده دار برضو نوع من أنواع الخداع الاستراتيجي، وروح كانت موجودة في مصر عامة. ان احنا كشباب شفنا حرب اكتوبر، واغلبنا يعني انا اتولدت بعد اكتوبر ب 20 سنه واكتر يعني، فشفنا حرب اكتوبر من خلال الروايات، من خلال الشؤون المعنويه للقوات المسلحه كان لها دور كبير جدا انها تنشر ثقافه حرب اكتوبر، سواء كانت تدريسه في المدارس او سواء كان مراحل كل المراحل الاعداديه او الثانويه. كمان الافلام، عدد من الافلام اللي احنا تربينا عليها زي الرصاصه لا تزال في جيبي، وعدد من الافلام اللي بنشوفها دايما في ذكريات حرب اكتوبر، ده بيوضح لنا كمان ان الانسان مهما كان عنده من صعوبات ممكن يتغلب على ده بسعيه وبعلمه، وكمان بكل واحد له دور. في مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي ذكر حاجه مهمه جدا، في حاجتين مهمين في نصر اكتوبر: الوعي، كل واحد عارف دوره، الوعي كل واحد عارف دوره ايه، وعيه بقضيته، لان في الاساس ان دي ارضنا. هم بالنسبه لهم ما كانتش هزيمه زينا احنا، الاساس الهزيمه عندنا احنا لان دي ارضنا. هم حتى لما هزموا في 73 الضرر عليهم مش زي عندنا، احنا كانت هزيمه عسكريه وهزيمة وخسارة أرض، لكن ده تم تعويضه في 73 بالإمكانيات المحدودة دي، طبعا بالدعم. لو هنتكلم برضو من الروح المستفادة، الدعم والمساندة، وكل واحد له دوره. برضو احنا لو هنتكلم برضو عن الروح العامة كانت السائدة، ده الدعم العربي اللي كان موجود، كل البلاد العربية اللي شاركت سواء كانت بجنود أو شاركت بأموال أو شاركت حتى بطائرات، المملكة العربية السعودية وغيرها من البلاد البترولية عملت سلاح البترول اللي هو وقفت تصدير البترول، ده يدينا برضو تضامن العربي. إن أنا كشاب لما بشوف التضامن العربي في أوقات الأزمات بعرف إن ده لازم يكون موجود حاليا في بعض، في ظل الأزمات الموجودة اللي بتحيط بالعرب سواء كانت أزمات سياسية أو أزمات اقتصادية. الروح برضو اللي بيستفاد منها الشباب إن عدد كبير من القادة واللي شاركوا في حرب أكتوبر لما يجوا يتكلموا إزاي كانوا بيتألفوا، ما كانش في فرق ما بين الجندي والضابط والعسكري، كلهم كانوا قادة في معركة الميدان ضد العدو. ده بنشوفه أنا لما بشوف راجل كبير أو حد شارك في حرب أكتوبر، كنت بسأله إيه اللي كنت بتشوفه؟ كل الناس كانت سواسية، لأن هدفنا واحد. لما يكون في هدف واحد أو مشروع قومي واحد موجود في دولة كله بيسعى وراءه، وما فيش أسمى من تحرير تراب الوطن وأرض سيناء الموجود ذكرها النهاردة بعد 51 سنة من تحريرها. طيب حضرتك شايف تفاعل الشباب مع حرب 6 أكتوبر في ظل السوشيال ميديا، يعني هل هم واعيين لهذه الحرب وانتصاراتنا؟ وزي ما قلت، هل العقيدة القوية اللي كانت عند شبابنا أيامها وقت حرب 6 أكتوبر، يعني ازاي نخلقها عند شبابنا اليومين دول؟ هل هي موجوده مش موجوده؟ سؤال حضرتك له اكتر من شق. هل روح اكتوبر موجوده؟ هي بالتاكيد موجوده، موجوده حتى في ابناء الناس اللي قتلت، في ذكريات والديهم، في ذكريات جدودهم. من اسبوع او اسبوعين كان في معرض في الدقي لمنصه كتب شهيره بتعرض كتاب
جمع كل ما نشر عن 6 اكتوبر في كل الجرائد لسه من اسبوعين طالع. ده دليل ورقي، ده دليل على ايه؟ دليل على ان الروح موجوده، دليل على ان الشغف موجود. ولكن من ناحيه ثانيه هناك ايضا الميديا، وهي الميديا التي يملكها الغرب اقوى بكثير قوي من اللي احنا نملكها. ففي فقر في المستندات الخاصه باكتوبر على الميديا. لحد دلوقتي احنا بنشوف فيديوهات ناطقه باللغه العربيه وان كان واضح ان هي مدبلجه تتحدث عن ان نصر اكتوبر ما الا كذبه بين السادات واسرائيل، وان هي ما كانش حرب، مجرد كام دبابه طلعت وعملنا سلام على الورق. الرد على هذه الفيديوهات للاسف مش موجود، مش موجود لان هم يمتلكوا الميديا لكن احنا نمتلك الكتب. كنت دائما اتكلم في مقالاتي على ان لو احنا عندنا امكانيه ان الكتب اللي اتكتبت من 73 وللاسف بعضها لم يعد موجودا الان لان انتهى بوسائل يعني تدمر او نقدر نحوله الى PDF وننزله تاني الناس تقراه، هو ده المستند الحقيقي اللي هيبقى للاجيال القادمه. البعض كان يرمي على امكانيه ان نصنع افلاما تليق بحرب 6 اكتوبر زي الممر مثلا او افلام تسجيليه دوكيومنتريز، ولكن التكلفه الماديه العاليه الان تمام. ونعود ونقول ان من يمتلك حاليا صناعه الميديا اصبح قوي غربيا، فحتى لو عملنا فيلم ربما ما يتلاقيش انتشار عليه او اهميه الحاله. طيب نزودها ازاي؟ ده لازم نسال السؤال ده ونضع عليه اجابات. كليات الاعلام، كليات الثقافه، كليات وزارات الثقافه تضع اجابات عن هذه النقطه. نقدر نزود الداتا اللي موجوده عن حرب اكتوبر ازاي؟ هل ممكن ان احنا نضع حرب اكتوبر كفيلم تسجيلي مكرر كل اسبوع ما يبقاش 6 اكتوبر او 10 من رمضان؟ ده سؤال. نقدر نعمل كده؟ نقدر ان يبقى كل يوم جمعه مثلا في نص ساعه فيلم تسجيلي عن حرب اكتوبر؟ كل جمعه كل مكان يبقى فيه صعب حرب اكتوبر. دي نقط هي لابد ان تتواجد لكي نضمن استمراريه هذه الروح. انا بناشد عبر هذا التلفزيون لو نقدر نعمل كل الكتب ونحولها PDF لكي نستطيع ان نحتفظ بهذه الداتا الى عبر الاجيال. ازاي شبابنا عبر السوشيال ميديا دلوقتي وهم طبعا يعني ما بيستخدموش غير تقريبا السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، ازاي يفرقوا وهم ما حضروش هذه الحرب ما بين الاشاعات وما بين الحقيقه، ما بين الروايه في حرب اكتوبر، الروايه الاسرائيليه والروايه المصريه؟ بالظبط كده. طيب هو دائما لما بنتكلم عن الناحيه التاريخيه في اي دوله دائما الروايه اللي بتكون للدوله بتميل للنصر، ده في اي دوله في العالم. لكن احنا بنتكلم في السؤال ده تحديدا عندما سئل الرئيس انور السادات سنه بعد انتهاء الحرب هل انتصرت على اسرائيل، فكان رده رد قاطع. انظروا الى لجنه اجرانات وما حدث في اسرائيل ثم هتجدوا الاجابه. لجنه اجرانات بعد انتهاء حرب اكتوبر 73 تكونت من لجنه كان رئيسها اسمه اجرانات، بتكلم في تحقيقات ازاي الهزيمه دي حصلت وازاي الخداع ده حصل من المصريين والسوريين والعدد القتلى اللي وصل 2500 قتيل وعدد الاسرى اللي وصل لحتى مصر رجعتهم في لابسين الكاستور اللي هو كان اللبس الشهير في مصر، ده كله حصل ازاي؟ ايه كانت علامه يعني ايه كان معنى ان هم رجعوا بالبيجامه الكاستور؟ دي نوع من انواع السخريه ونوع من انواع زي ما نقول كده بالبلدي يعني ما يعني علمنا عليهم بالمفهوم المصري، لان ساعتها كان اكثر من 300 اسير. طبعا في حصل تداول بعد 74 اللي هو اليمصي مع القياده الاسرائيليه ووقف اطلاق النار، كان في تبادل اسرى ما بين مصر وما بين اسرائيل، وكان في فتره 74 دي كان في اسرى لسه اسرائيليين. طبعا استقبلتهم هناك رئيسه الوزراء
في ساعتها، وكان العالم كله بيشوف ان اول مرة اسرائيل يكون لها عدد من الاسرى بالكم ده، فكان طبعا لازم يكون لهم علامة مميزة اللي هي البيجامة الكستور، البيجامة الكستور المصرية اللي كانت منتشرة حتى ساعتها، كانت بتصرف على التموين تصرف على التموين زي الزيت والسكر. نرجع لسؤالنا اللي هو لجنة أجرانات، لما سئل السادات شوفوا ايه اللي حصل في لجنة أجرانات وما النتائج بتاعتها وهتعرفوا الإجابة مش مني أنا، فكان ردهم ان تم عزل بعض القادة السياسيين، تم تحميل القيادة السياسية والعسكرية الأخطاء اللي حصلت في 73. ده دليل على ايه؟ ده دليل على نصر الهزيمة. لكن برضو هنتكلم في حتة تانية، حتة ان الترويج عندهم ده طبيعي، احنا هنشوف النهاردة لو هنربط ده بأحداث غزة عندهم دائما حتة الترويج والكذب، وده طبعا سد الرواية المصرية بما بالمستندات وبما اللي بيعرضه الإعلام المصري في بعض النقاط الخاصة بحرب أكتوبر. ده بشكل عام. للأسف هو الوقت جري فأنا لازم أنهي الحلقة. أنا بشكركم جدا، شرفتم ونورتم مشاهدينا. انتهينا من حلقتنا النهاردة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وبرنامج شباب على الهواء.